قايل استني ده جاي اهو. يو في ايه مالك؟ الست هند فين؟ انا عارفه انها هنا وجايه واقف عرضها. عايزه ايه مان؟ الست قادريه هتضيع. ما تضيع ولا تروح في سيدين ده. احنا مان يا ست هند. يا شفيق يا ست هند. انت يا بنت انجدينا يا استهند. الشيخ راغب ما قدرش يعمل حاجة والعمدة محكم رأيه تفضل مرمية في الزريبة هي وجوزها. لا يا مين؟ الست قادرية أصلها اتجوزت من وراه. قادرية اتجوزت من ورا أخوها؟ اتجوزت مين؟ شعبان، الدكتور شعبان. والعمدة نزل مصر وجابهم متربطين ورماهم في الزريبة وحلف عليها يطلقها يا إما يقتلهم هما الاتنين. وست مالها ومال الهم ده كله؟ شال حد يتحرقوا في بعض. استني يا مساعدة. استنى ايه بس يا ست هانم؟ مش كفاية اللي عملوه فيكي واللي عملوه فينا؟ ما انا عارفة بس والله ما لاقية غيرك ينجدها يا ست هانم. بس انا لو رحت لعبد القادر ممكن يولعها اكتر، وجودي ممكن يبقى مش في مصلحتها. ينصبتي؟ يعني نسيبه يقتلها؟ ملناش في الكلام ده، مش مشكلتنا. روحي يا شفيقة المركز بلغي. لو النبي يا استهند ده مفيش وقت. وبعدين العمدة بيعمل لحضرتك ألف حساب وسبق ونجات الشبان من إيده قبل كده. ما تسمعيش كلامها يا ست هانم. أنا جاية معاك برضو. هي اتجوزت إمتى؟ من يومين، بس الواد حامد خبص عليهم ودلوا على شقتهم في مصر. هي مش اتجوزت شرعي وبقسيمة جواز رسمي؟ أيوة طبعا. أمال هتيجي معايا؟ أيوة جاية معاك. استني الو. اي دكتور احسان. بس يا عبد القادر بيه اللي بقوله ينعمل. تنزل على الطلبيه وترجع بخالك ابو حطب. يا جناب العمده الست مهمه. ورا تسمعتني؟ ساعه زمن وتكون هنا وياه، فاهم؟ استنيت عليهم بكفايه. العربيه جاهزه، تنزل بيهم معاها على الجبل ورا الهضبه. يلا غور غور. رايحه فين يا هانم؟ استني بس، استني ما تاذينيش ولا هليسيني. اقول لك اوعى. الحقيني يا هانم الحقيني. ست هند انت رايحه تتفرج يا شيخ راغب؟ ايه ده؟ هو انت هتعليها؟ طب فهمها تطلق من شعبان عشان ابقى قادر يهدى. اه وانت قعدت عشان تطلقها يا مأذون البلد؟ شفتي؟ شفتي اخويا بيعمل فيا ايه؟ اهدي يا ادريه. اهدي يا حبيبتي. اهدي اهدي ما تخافيش. قومي يا ادريه اهدي. اهدي فكي شعبان، فكي شعبان. آه. يا هند طب نستنى لما اكلمه الاول. دي كلمة مين يا عرة الرجاله؟ امشي غور، بلغوا ان انا هنا. غور لا، نمشي نمشي قبل ما يجي. خايفه من ايه يا ادريه؟ انت مش قاصر والراجل ده يبقى جوزك. كده انت تسببت في رفض غفر الدرك كلهم يا مدام. وانت كده تسببت في فضيحة انت مش قدها وجريمة مش هتعرف تخبيها المرة دي يا جناب العمدة. كده وكده دي مسألة ما تخصكيش خالص يا استهند. ده شرف انا. وما له شرفك اسم الله عليه يا عبد القادر. هو الراجل ده مش جوزي؟ شرف ايه يا عبده؟ الشرف ده بيشوفه وقت ما هو عاوز، زي الصور كده اللي لفقها لي وعمل لي فضيحة وبعد كده بعت يترجاني. هو ده الشرف يا عبده؟ عبد القادر بيه مصالحه اهم. بس الارض مش هتطول منها حاجه يا عبده ولا شبر. بعدين الست دي مراتي وهتخرج معايا من هنا على شقتها في مصر يا عمده. لا رجوله يالا. طب ما دام نطقت بقى شعبان يبقى انطقها وخلص نفسك وخلصها. مش هيطلق شعبان راجل وبيحمي مراته. ايه في الباب يالا؟ حاضر يا عمده. اوعى تقرب، هطلب المأمور وهدلك كل اللي انت بتعمله انت وعصابتك. هاتي اوعى ايدي. اوعى ايدي. ادريه هتخرج من هنا. ها وحسابي معاك بعدين يا عبد القادر. محدش هيخرج من هنا ان شاء الله. احرق الضرب اللي فيها. ايدي يا عبد القادر. نزل ايدك يا عمده وعيب بالكلام ده. شفت اخويا بيعمل فيا ايه يا دكتور احسان؟ استاذه هند حكيت لي على كل حاجه. خد مراتك وتفضل يا دكتور، وانت تفضلي على بيتك يا استاذه. ما تمشيش من غير ما تطمن على الوضع يا دكتور حسين. اطمني خالص، انا ليه قاعده طويله مع عبد القادر. كنت هتبوظ كل حاجه. انا نسيت الدنيا لما لقيتها جايبالي الواد ده تلعبني بيه.
كنت عايز ايه؟ تقتلهم؟ كان ممكن هند تسيبك تقتلهم وتروح في 60 داهية. عايز تبوظ لي الدنيا بغباوتك عبد القادر؟ طب وانا اعمل ايه طيب؟ وانت سايبني في ضغوط من كل ناحية وده فوق طاقتي. هند واقفة في سكتنا، العايق سايق علينا العوج، وأدرية بتنخور ورايا، وآخرتها لمت الأرض من الناس وتلاقيها عملت له توكيل بعد ما اتجوزته. واد زي ده ممكن يبيع أدرية بسهولة وتشتريه في ثانية. تظهر خلاص ما بقتش نافع. اسمع لمشاكلي بدل ما تصير أعصابي. ساعدني يا إحسان. إيه المشاكل؟ قول من تاني. هند والعايق ودلوقتي أدرية والواد ده، كل دول خطر. وأنا اللي في وش المدفع. والباقيين بعيد، الباقيين ايديهم في ميه بارده. اقعد واسمعني من سكات عشان تفهم كل حاجه. استغفر الله العظيم، حد يروح مغاره الديابه برجليه؟ يا ناس انا لو كنت هنا كنت منعتها. يا واد بطل بقى صوتك العفش ده. ليه حق يا مساعده، تروح للناس دي ازاي؟ اهي سنين دي جت اهي. الحمد لله الحمد لله يا رب. ايه مالكوا قلقانين كده ليه؟ ما تطمنينا يا ست. كده برضك يا ست. بعد كل اللي حصل ده يا ماما. المهم ان انا انقذتها، ده كان ناوي يأذيها هي وجوزها. هي متجوزة فعلا؟ شعبان والله وعملها ابن اللئيمي. حقهم، في النهاية ده جوزها شرعا وقانونا. طب وبتتدخلي بينهم ليه يا ماما بعد اللي عملوه؟ إذا كان هو ولا هي؟ يا ست هانم، إذا كنت نسيتي اللي عملوه فيكي، افتكري أدرية. مش دي اللي عايزة كانت تكري عليكي واحد عشان يقتلك بعد الشر؟ مش ده كفاية؟ كانوا يولعوا في بعض، اهي نار تاكل في بعضها ونخلص. يا ريت. يا ام سعد ده ابو النور. الله، ايه اللي جابه متاخر كده؟ ايوه اصل انا قلت له يجيب الجزار من بدري. لا يا شيحه، الذبحه هيبقى عند المقام. لا حول ولا قوه الا بالله. انا مش فاهمه، فهميني بس ايه اللي حصل. مش مهم تفهم. طب عايزه تمشي دلوقتي ازاي يعني؟ هو مين اللي بلغ هند يا بنت؟ انا. امال يعني كنت عايزاني اسيبه يخلص عليكي؟ انا كنت عارفه انها في البلد، قلت لازم اجيبها عشان تنقذك. هند اللي تنجدني؟ حكمه ربنا بقى، الهي ربنا يسترها دنيا واخره. طب روحي اقفي على الباب وشوفي لي الدكتور شعبان لما يوصل بشنطته. هتروحي فين بس دلوقتي؟ الدكتور شعبان هيقدم على اجازه من الوحده، وانا هفتح له عياده في مصر، وشقتنا موجودة. ايه بيحصلينا يا بنت على هنا؟ معقولة الكلام اللي بتقوليه ده يا ست أدرية؟ بقى سيبي بيتك وأهلك وعزوتك. يشبع بالدار، لكن مش هيطول من أرضي ولا حفن التراب. ولا شبر من اللي اشتريته يا عبد القادر. عايزك تركز معايا يا عبد القادر. موضوع الإنشاءات ده عايزه يتم بمنتهى الهدوء. زي ما قلت، الشغل بالليل عشان عمليات التنقيب. طب والعايق؟ سيبك منه خالص. وموضوع مركز المعلومات؟ برضو بمنتهى الهدوء. عايزك تلم اكبر عدد من ولاد البلد خريج الجامعه، ان شاء الله حتى يوصلوا 200. دي برضو حكايه ما مش مستوعبها. ما تقلقش، في واحد مسؤول عنها هيكون موجود بمجرد ما يتم المبنى. انت معايا ولا زينك شرط تاني يا عمده؟ معاك، غصب عني معاك. كويس. دلوقتي بقى عشان تطفي النار اللي اتاح حوالينا بدون داعي، لازم تصلح اللي عملته مع أدرية وجوزها. أصلح؟ أصلح يعني إيه؟ أتأسف بعد اللي عملته؟ بقول لك إيه؟ اللي أقوله يتنفس من غير مناقشة. أنا ما عنديش وقت للعك من تاني يا عمدة. رجع الشنطة دي يا أدرية. أيوة سعادة البي، عندك حق، ده احنا بقينا الفجر. خلاص يا بت، ده بيتك ومطرحك وعمران دايما بحسك. خليه يعمر ويقعد على تله يا دكتور إحسان. لو خرجت من الدار دي من النهاردة عبد القادر هو كمان ملوش وعاد فيها. تتفاقي معاه؟ يا سلام، وأفضل قاعدة مستنية قضايا واللي حيرتبهولي تاني يا دكتور إحسان. اللي يمسك حسابه عندي، إذا كان عبد القادر ولا الأكبر منه. طب وجوزي يا دكتور؟ جوزك خلاص بقى مننا. خلاص، يبقى الدار دار، يجي يقعد فيها وله كلمة رب البيت. والله عندك اوضتك يا أدرية وانت حرة فيها. لا، اوضتي والاوضة اللي جنبها
والدار كلها، وكلمته من كلمتي على كل من في الدار ده يا عبد. لازم طبعا. جوز أدرية مقامه من مقامها عبد القادر. النهارده مالكش دخل لا بمصالحها ولا بأرضها زي ما اتفقنا. من النهارده ماليش شأن بأي شيء يخصها. بس لو طلع التوكيل اللي هي عاملاه له ده يضرها وحضرته ناوي. أنا ما عملتش توكيل لحد دلوقتي، لكن من هنا ورايح هعمل. سهلة. ست أدرية، الدكتور بقاله ياما ملطاه في العربية بره. روحي اندهي له يا بت. قولي له يطلع داره. والفرح بكرة يا دكتور. فرح؟ طبعا طبعا، لازم نفرح ونبارك كمان. خلاص يلا يا بنت روحي اندهيله، ومن الصبح بدري توصي على الدبان. والله انا كان نفسي احضر معاكوا يا أدرية لولا اني مسافر بره. الدبايح عندي عبد القادر. تعالى يا دكتور، ابن عمي عايز يسلم عليك ويبارك لك، اصله مش هيقدر يحضر فرحنا بكره. الف مبروك يا دكتور. شكرا.